عرضة للعرس درس 1954 في أزرو. تنحاول ندير ثقافة المغربية اللي تهم الثقافة المغربية، تنحاول نديرو بحال لي زافيش ديال السينما، بحال لي زافيش اوريونتاليست، بحال الجرائد، بحال النقود وراق ولا بياس، بحال الصور ديال الدار البيضاء قدام ولا ديال المغرب، ديال البلدان ديال المغرب. انا كنت بديت بهذا الشيء، بديت انا بالورقة ديال 10 دراهم ديال محمد الخامس، كانت تستمر الورقة ديال محمد الخامس بالطربوش، هكذا كنا تنسميوها. ما هذه هواية ديالي انا، وتنحاول ندوز هذه الهواية للناس، البعض ماشي للجميع بيان سور. عندي كتاب في المثل ديال 1922، الآن عندي كتاب ديال 1911، عندي بزاف ديال الكتب قدام بصراحة. الكتاب اللي تندير أنا هو ديال التاريخ ديال المغرب، الحمد لله البركة ما تسخطاش كي تنقولوا، حيت أنا تنعيش من هذا الشيء، من غير ذاك الطرف ديال الهوايه ديالي تنحاول نعيش من هذا الشيء. اغلى حاجه عندي اون افيش ديال لو روتور دو محمد الخامس، ديال محمد الخامس 1957، شيتها غاليه بصراحه، تنبيعها غاليه باسكو شيتها غاليه. هذاك الشيء فاش نضيع الوقت انا بزاف، هي في التقلاب على الحوايج، هذا الشيء فاش تنضيع الوقت انا بزاف. حاولت نخدم واحد السيد معايا ساعه ما صدقش، حيت خاصو يكون شويه عنده ديال اللغات بعدا هي الاولى، وثاني يكون تيتحكم في شويه ديال التاريخ ديال المغرب. ورا السواح اللي تيجيو لعندي لهنا تيبقاو المارشي سنترال، تيجيو المارشي سنترال باش ياكلوا الحوت وهذه وهذا، تيحاولوا يجيو لعندي بالحق، تيبقاو مشعجبين يلقاو بحال هذا المحل هنايا في المغرب في الدار البيضاء، تيبقاو مشعجبين بزاف، تيعجبهم بصراحه، تيعجبهم. شحال من واحد تيشجعني على هذا الشيء، كنت شحال هادي تيجي عندي الاجنبي تنبيع له كتاب، ما تردش البال تنبيع له كتاب وصافي. اليوم تنبيع شي كتاب ديال تاريخ المغرب وتنعرفوا بان ذاك الكتاب غادي يخرج للخارج، والله تيبقى فيه الحال بصراحه، تيبقى فيه الحال. الشباب ديال اليوم خصو يطلع التاريخ ديال المغرب، الشباب ديال اليوم عندهم امكانيات باش يكونوا مطلعين بزاف على تاريخ المغرب، حق الله يهديهم انترنت وهذه كاملوش.